يقال لها سوسن وقيل تسمى حقيقة أو سليل، ويقال لها جده اسمه الشريف الحسن وألقاب الرفيق الزكي التقي السراج الهادي العسكري، وكنيته أبو محمد وعمره الشريف 29 سنة أو 28 سنة، وكان مقامه مع أبيه 23 سنة وأشهرا، وبعد أبيه 5 سنين و18 و13 يوما، وكانت في سن إمامته بقيته ملك المعتز، وفي رواية المستعين ثم المعتز أشهرا. أيها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، لنا عند الله يا وجيها يا وجيها. سيد الدري والعز القصعري أبي محمد الحسن العسكري ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وآل محمد. وكان مولده وقيل في الرابع وقيل في العاشر وقيل في الثامن، ولكن الأشهر في الليلة المباركة. وكان مولده وقيل في سامراء وقيل في مدينة جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول سوسن أم الإمام الحسن العسكري ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: روحة في الخلد ثابتة فمثلها نبتت في الخلد من شجر حبة، روحة خلدنا مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى، أصلها والفرع فاطمة المصطفى، أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاء علي سيد البشرية حبة، لوحة في خلدنا نبتة ومثلها نبتت في الخلد من شجر الهاشمية، صبغته لها كمر ولا شفية، صبغته لها كمر وشيعة الورق الملتق بالثمر حبة. اسمك أحلى Thank you.
يلا شاركنا وجينا لك اشتري، يلا شاركنا